اتفاق زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل وأداء الأسواق المالية العالمية، ينضم إلينا عبر الهاتف من دبي السيد نور الدين الحموري، كبير واستراتيجي الأسواق في أمانة كابيتال. طبعا بداية سيد نور الدين، هل تعتقد أن مساعي الاتحاد الأوروبي لعقد اتفاق تجارة حرة مع واشنطن يمكن أن يطبق على أرض الواقع؟ اهلا وسهلا. هو فعليا يعني ممكن ان يطبق في الوقت الحالي، هو صعب يعني في الوقت الحالي في ظل وجود الازمات الحاليه والحرب، يعني ممكن نسميها هلا بدايه حرب العملات مع اليابان بالذات، مع اليابان ومع الصين نوعا ما، هي شيء يعني حصوله ضئيل جدا. لكن ما شاهدناه كله من الازمه، او عفوا من القمه الاوروبيه خلال الاسبوع الماضي، بالنهايه الاتفاق حصل. لكن الان لا ننسى انه كل التكتلات البرلمانيه الاوروبيه سترفض الاتفاق عند التصويت عليه، هلا بصوته ما بصوته هذا شيء اخر، يعني يعتمد على اخر الاسبوع المقبل. فاعتقد انه حتى مع الاتفاق الحالي الاسواق لن تستفيد بهذه يعني بهذا الاتفاق لفتره طويله، لانه لا زالت امامنا المزيد من الامور، خصوصا من ايطاليا الان بعد فضيحه رئيس الوزراء والتخوف من عوده بيرلسكوني الى الحكم الجديد. نعم، طب سيد نور الدين، ما هي التحديات أمام هكذا اتفاقيات؟ على الاقل هي يعني اكثر شيء اللي ممكن نشوفه الان يعني حرب العملات اللي هي مستمره الان، الدولار مقابل الين نشهده يعني وصلنا الى حوالي ال 94 يعني، اليوان الصيني ايضا لا زال يحافظ على يعني تداولاته بشكل عادل، اليورو الان هو الذي سيؤجج المشكله الاوروبيه استمرار ارتفاع اليورو، ذلك اليوم وصلنا الى مستويات 1.37 ومرشح ان نصل الى 1.40. لا ننسى انه كمان دعم اليورو الان هو ما سيؤثر على كل التريدد بالانس، او اللي هو الموازين التجاريه في كل دول الاتحاد الاوروبي، هذا شيء وارد، هو اكبر التحديات اللي صراحه تواجهها غالبا الدول الاوروبيه قبل الامريكيه. يعني كيف ينعكس هذا الاتفاق تحديدا على الاسواق العالميه وخاصه النفط منها؟ النفط لا زال يعني يتداول من بدايه العام، يعني كنا على ارتفاع، نعم من بدايه العام كنا حوالي 88 دولار، وصلنا يعني الى حوالي 98 دولار، لكن هناك صعوبه فعليا فيما لو شهدنا ارتفاع معدلات التضخم في الوقت المقبل، ممكن ان نشهد فعليا خام غرب تكساس على الاقل عند 100 دولار، لكن فوق ال 100 دولار هون راح نبلش نواجه مشكله اللي نحذر منها فعليا خلال العام الحالي، اللي هي ما نسميه البونز بابل، او اللي هي فقاعه السندات، لانه ارتفاع معدلات اسعار النفط فوق مستويات ال 100 لا يتحمله على الاقل الاقتصاد العالمي وليس اقتصاد دوله معينه خلال الفتره الحاليه. المطلوب الان هو استمرار يعني تخفيض معدلات النمو، معدلات عفوا التضخم، بدون اللجوء الى المزيد من التيسيرات الكميه، التيسيرات الكميه الكبيره في الوقت الحالي ممكن ان تؤدي فعليا الى فقاعه سندات، وهي فيما لو حصلت ستكون عنا أسوأ من الازمه 2007. نعم، السيد نور الدين الحموري، كبير استراتيجي الأسواق في أمانة كابيتال، شكرا لك. وهذه نظرة